نرجع تاني لأخبار الأهلي، وفي إطار الاستعدادات لمباراة الإنتاج الحربي اللي هتنطلق بكرة، الفريق بيخوض مران خططي اليوم، ركز خلاله الجهاز الفني على الجانب الخططي، طريقة اللعب اللي بيرغب في تنفيذها خلال المباراة. النهاردة موسيماني حريص كل الحرص على تنفيذ الجزء الخططي ده خلال تدريبات الكورة، منح تعليمات خاصة في الشق اكيد الهجومي اكيد اكيد طبعا هو بيتابع كل صغيره وكبيره، واحنا أكيد. زي ما شايفين كمان الـ يعني اللعبه المفضله دلوقتي لعيبه الكره في العالم كلها هي يعني البينج بونج بالرجل، بس دي بيبقى جزء ترفيهي كده بيخرج اللعيبه من الضغوط. لكن يعني كمان عقد موسيماني المدير الفني للنادي الاهلي كالعاده محاضره فنيه مع اللعيبه قبل تمرين اللي كان موجود النهارده العصر في استاد التتش. كمان موسيماني كان بيكلم مع اللعيبه جوانب كتيره جدا جدا على النواحي الخططيه، عارفين طبعا ان ده مهم جدا ان كل مباراه بيكون ليها ايجابيات وسلبيات. المباراه اللي فاتت اعتقد كانت مباراه جيده جدا خاصه في الشوط الثاني، بيشرح فيها ازاي تغيير الخطه، لعبنا ب 4-3-3، طب هنلعب 4-2-3-1، كل الجوانب الخططيه ديت بيتكلم فيها موسيماني مع الفريق، لان زي ما قلنا احنا الفريق بيستعد للمباراه، مباراه مهمه في مشوار ان شاء الله بطوله الدوري. المباراه هنشوف ان شاء الله زي ما انت قلت في عوده بعض اللعيبه، عمرو السوليه رجع من كورونا وبيتمرن مع الفريق، مروان رجع، طمنا على علي معلول، فان شاء الله باذن الله مع التدريبات، والنهارده دايما التدريبات بتكون خططيه وبدنيه اقل شويه. كمان محمد هاني، ما ننساش ان محمد هاني طبعا كمان رجع بعد فتره غياب طويله، محمد هاني كمان بيرجع لقائمه الفريق، وبالتالي كل الاسلحه متواجده، كل الامور الفنيه والبدنيه جهزة. يعني الحمد لله جاهزه للمباراه ان شاء الله، مباراه بكره ان شاء الله باذن الله.